مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان مراكز التمر وتثمين النفايات. المغرب كينتج سنويا 7.4 ملايين طن من النفايات المنزلية، ومن المنتظر يرتفع حجم هذه النفايات إلى 8 ملايين طن سنة 2020. هذه النفايات كتوفر على مواد سامة وخطيرة كتأثر بالسلب على صحة الإنسان والفرشة المائية ومياه الآبار والأراضي الفلاحية. من أبرز المظاهر السلبية للمطارح غير المراقبة تصاعد دخان محمل بعدة مواد كيميائية سامة، إضافة إلى تسرب مياه ملوثة لكتيفيا نحو التربة، واللي كتسبب تسممات غذائية وتلوث المياه الجوفية، لكون هذا المياه مصدر أساسي للمياه الصالحة للشرب. المطرح المراقب هو منشأة أو موقع يستجيب للخصائص والمواصفات التقنية الواردة في النصوص التنظيمية والذي تودع فيه النفايات بصفة دائمة. اختيار الموقع الملائم كيخضع لدراسة تقنية علمية دقيقة وفق معايير محددة لضمان حماية البيئة والسلامة العامة، كما يخضع كذلك مشروع إنجاز المطرح المراقب واستغلاله لدراسة التأثير على البيئة كما ينص عليه القانون رقم 1203. الدولة وضعت برنامج وطني لتدبير النفايات وبالخصوص إحداث مراكز التمر وتثمين النفايات. وضعت الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، واللي كيهدف إلى إنجاز مراكز لتمر وتثمين النفايات لصالح كل المراكز الحضارية. هذه المراكز تشمل على أحواض مخصصة لتمر النفايات، منشأة لفرز وتثمين النفايات، أنظمة تصريف العصارة ومعالجتها، ثم أنظمة صرف واستخراج الغاز وتثمينه. هذه المراكز غير ملوثة، كتحافظ على البيئة وكتساهم في خلق فرص الشغل وإدماج العاملين في المطرح. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.